امبارح فرقة بيبي منستو قدمتها ولاداء مباشر ليهم على مسرح انكي جايو، وحقيقي الاداء كان رائع جدا وكانهم مش مبتدئين. كمان خلال المقابله غنت ريمي لاول مره مباشر على الهواء، وده اللي خلى المعجبين يحبوا صوتها الحلو جدا. كمان ادت كل من عين وتشيكيتا تحدي راس شيش مع مقدمين البرنامج، وكان من الواضح ان عين خجوله ومتوتره جدا، ورغم كده كانت محترفه تماما خلال الاداء. قدمت فرقه فتيات وجي جديده اداء مباشر مع عروض مفعمه بالحيوية وغناء مباشر من غير ولا غلطة، ولو شاهدت العرض هتقدر تسمع هتاف المعجبين مع بيبي منستر. وعلى الناحية التانية الكل عارف ان اعمار عضوات بيبي منستر بتتراوح بين 22 و 14 سنة، وتشيكيتا هي اصغر عضوة في المجموعة. وفي يوم الثلاث اللي فات ردت تشيكيتا على طلب معجب على ويف، والمعجب كتب ليها واختي كاني تزوجيني من فضلك، وكاني هو لقب طلعته ام تشيكيتا عليها لما كانت طفلة. وهنا ردت تشيكيتا برد بسيط ولكنه محرج، عبارة عن كلمة بريزون، والكلمة دي ليها معنيين. المعنى الاول في اللغة التايلاندية سعال، وكأنها بتحرج المعجب. اما المعنى التاني انك كده هتروح السجن. وللعلم تشيكيتا مولودة يوم 17 فبراير 2009 وعمرها حاليا 14 سنة، عشان كده كان شيء عادي جدا انها تحرج معجب طلب منها الجواز. ولو حد فكر يتجوز زي بنت في عمر ال 14 سنة هيتم وضعه في السجن. اما بقى عين فكان رد فعلها مختلف تماما مع المعجبين. فخلال المنشورة على ويف كتبت معجبة لعين رسالة بأنها طالبة جديدة والدراسة صعبة جدا عليها، وطلبت من عين كمفضلة ليها بعض الكلمات عشان تدعمها. وهنا ردت عين عليها برسالة طويلة وحلوة جدا: بدأت كمتدربة في عمر مبكر، وأنا أعلم أن لا شيء يأتي بسهولة، مهما كان طريقي أنا أتدرب بجد وأنت تدرس بجد، لا أعلم ما يمكن قوله ولكني أعلم أنك جيد. التفكير بالمستقبل أمر مهم، وأنا سأدعمك اليوم وغدا. ومن بعد ما شاهد الجمهور رد عين حسوا قد ايه انها بنت ناضجه وكلامها وتفكيرها اكبر من عمرها، وكانها حد بالغ بيحاول يريح الطرف التاني بكلامه. وانت هو رايك في رد تشيكيتا ورد عين؟ وما تنساش الاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.